بقضية الهجرة. الحكومة معبأة، الشغل وفق توجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق سياسة عمومية متكاملة في ما يتعلق بالهجرة. تنطلق أولا من الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا على مستوى الهجرة، تنطلق ثانيا من التشخيص والتقييم والتوصيات ومحاور العمل التي وردت في إطار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنطلق أيضا من يعني التوجهات والإرادة المعبر عنها بوضوح بعد يعني الدراسة التي تمت لمجموع التقارير والتي أكدت على ضرورة يعني إطلاق مرحلة ثانية في السياسة العمومية في هذا المجال. في هذا الصدد البارح أمس صدر البلاغ المشترك لكل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة العدل والحريات، والذي حدد القضايا ذات الأولوية وخاصة ما يهم تأهيل المنظومة القانونية وما يتعلق أيضا بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية في بلادنا، ما يهم بعض الإجراءات المؤسساتية التي سيتم الشغال عليها، وأيضا ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية ذات العلاقة يعني بجعل المغرب نموذج متقدم على مستوى الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال الهجرة وحماية حقوق وكرامة المهاجرين.